نعم. السؤال هنا، هل يجوز إطلاق لفظ الموسيقى على هذا الضرب من التناول؟ فأقول موسيقى القرآن أو موسيقى الآيات أو هذا بحسب مطلق هذا اللفظ، إذا كانت الموسيقى لديه مرتبطة ما كان ممنوعا شرعا وما كان تافها ونازلا فلا يحل له إطلاق ذلك على القرآن، وإذا كانت الموسيقى لديه بمعنى الجرس والنبض يعني له والصوت، مساغ أي نعم، حتى الجرس، الجرس مستق من والإيقاع الجرس والإيقاع. والإيقاع كذلك أنا مستق من الجرس، صحيح. والجرس إذا أخذناه بحكمه الشرعي فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللهم استعمال صل وسلم. الإجراس، وقال لا تصحو الملائكة رفقة فيها جرس، صحيح. ومع ذلك شبه به صوت الوحي، الوحي. أحيانا يأتيني هذا مثل استدلال جيد. صلصلة الجرس وهو أشده علي. بعضهم جعل من هذا دليلا على ضرورة العناية بالجانب الموسيقي هذا، يقول القرآن جاء متلوا صوتا وبلغ صوتا، فالبعد الصوتي فيه له بعد الصوت معتبر، لأن خصوصية. الله قال ورتلناه ترتيلا، نعم. وقال ورتل القرآن ترتيلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتله ولا يهذه كهذ الشعر. اللهم صل وسلم. نعم.